موسيكا تعني مكان مسطح وميمون في اللغة التبتية. في قرية موسيكا التي تقع على ارتفاع 3900 متر عن سطح البحر، تعيش 96 عائلة تحرس هذه الأرض المقدسة بالأيدي المجتهدة والقلوب المخلصة. بعد تخرجه من الجامعة عاد جيرونغ إلى مسقط رأسه، وفي عينيه أن العالم الخارجي الملون المزدهر لا يقارن بموسيقى المحاطة بالجبال الثلجية. الانسجام بين الطبيعة والعالم هو ما يعمل جيرونغ على تحقيقه بعد تخرجه، حاملاً شهادة جامعية في اختصاص علم البيئة الإيكولوجية. بعد العودة إلى مسقط رأسه، يسعى لاستخدام الأساليب الأكثر علمية لحماية البيئة الطبيعية التي ظل يعتز بها سكان موسيكا، سواء أكانت القرى التقليدية الهادئة أو المدن الحديثة الصاخبة، كلها أماكن العيش والديار الخضراء التي يتطلع الناس إلى الحياة السعيدة فيها. أما الأكاديمي فو بواتشيا الذي يخلق معجزات خضراء في المدن الصاخبة، فهو يتطلع إلى بحث ودراسة الحكمة الإيكولوجية التي تمتلكها الصين وحدها. المثل يقول يجب أن تكون السماء والأرض في مكانهما الصحيح قبل أن تزدهر جميع المخلوقات. اليوم يستخدم البشر قوة العلوم والتكنولوجيا غير المسبوقة لتحقيق التوازن بين استغلال الموارد وحماية البيئة، وذلك للحفاظ على التفاهم البيئي بين البشر والطبيعة، كما للحفاظ على الحالة الملائمة للأرض التي نعيش عليها. يعد شهر سبتمبر موسم صيد سرطان النهر الصيني. هذا النوع من السرطان اللذيذ النكهة الذي ينمو في بحيرة تايهو لا يزيد من أنواع المأكولات على موائد الصينيين فحسب، بل يزيد من معرفتهم على الإيكولوجيا الخضراء أيضا. يعود تربية شوي جينغان للسرطان الصيني لما قبل 30 عاماً، لكنه صاد هذا السرطان البري لأول مرة في حياته هذا العام. تعد الطريقة التقليدية لإطعام السرطان سلاحاً ذا حدين. إنها تساعد في زيادة إنتاج السرطان، بينما تؤدي إلى زيادة المفرطة للمغذيات في المياه، الأمر الذي قد يسبب تدهور جودة مياه البحيرة في المستقبل. البكتيريا الزرقاء هي الطحالب الأكثر بدائية وانتشاراً على سطح الأرض، وأدى الدور لا بديل له في تحويل سطح الأرض من بيئة لا هوائية إلى بيئة هوائية. وعندما يكون هناك فائض من العناصر الغذائية في المياه، سيتسبب الأمر في تكاثر البكتيريا الزرقاء بشكل عشوائي، حتى يستنفد الأكسجين في المياه، مما يؤدي إلى اشتداد تلوث المياه تدريجيا. قد عمل وولين كونغ في بحيرة تايهو نحو 30 عاماً، ويعمل الآن 6 ساعات كل يوم من أجل معرفة تغيرات أحوال مياه البحيرة كل يوم. فنشان، سوى ون، 这个时候可能是适宜拦早的
生长、繁殖，因此爆发。恶水里边不可能存在有大闸蟹。تعد المراقبة والتجريف من الوسائل المهمة للتحكم في كثافة البكتيريا الزرقاء، لكن مساحة بحيرة تايهو شاسعة تبلغ نحو 2500 كيلومتر مربع، فتتطلب أفضل النتائج في مكافحة البكتيريا الزرقاء فيها الكثير من القوى العاملة والموارد المادية، لذلك من شبه المستحيل مراقبة الأركان للبحيرة كافة دون مساعدة التكنولوجيا. تساعد محطات المراقبة غير المأهولة التي تم إنشاؤها لتوسيع نطاق المراقبة التي يقوم بها وولين كونغ، استناداً إلى البيانات السريعة يمكن للعاملين يكشفوا ويحددوا وقت تفشي الطحالب الزرقاء مع معالجتها في الوقت المناسب بطريقة صحيحة. لقد تم بناء 13 نظام مراقبة أوتوماتيكية غير مأهولة حول بحيرة تايهو تغطي ثلث مساحة البحيرة شمالاً. إضافة إلى تربية السرطان، يعتبر صرف المياه الصناعية العشوائي سبباً آخر لتفشي الطحالب الزرقاء. تعد كيفية احترام قوانين الطبيعة وحماية البيئة وإعادتها إلى حالتها الجيدة أثناء تطوير اقتصاد عالي الجودة لغز العصر الذي يستعجل البشر لحله. إن دكتورة وو جينغ التي بدأت تتعامل مع الماء منذ الصغر لديها حب فطري للبيئة المائية. استخدام الوسائل الأكثر دقة لكشف مصدر التلوث هو المهمة الصعبة التي تقوم بها حالياً الدكتورة وو جينغ في كلية البيئة بجامعة سينخوا. تعد منطقة بحيرة تايهو واحدة من أغنى المناطق في الصين. تبين أحدث البيانات لعام 2020 أن 4 من أفضل 10 مدن صينية في الناتج المحلي الإجمالي تقع في منطقة مجرى بحيرة تايهو، لكن البحيرة التي تغذي الأرض الجميلة في جنوب نهر اليانغسي سبق لها أن واجهت ضغوطاً بيئية هائلة في طريق التنمية الاقتصادية السريعة. في مواجهة كميات كبيرة من مياه الصرف الصناعية المتكونة من ملوثات معقدة، ترى وو جينغ أنه لا بد من معرفة مكونات وخصائص هذه المياه حتى يكتشف مصدرها في وقت حدوث التلوث. خلال عملية جمع عينات المياه، أدركت وو وفريقها أن كل مصدر تلوث له خصائصه الفريدة مثل بصمات الأصابع. وقد أدى هذا الكشف المهم إلى ولادة تقنية تتبع بصمات جودة المياه. 实际上，指纹就是像类似于这样的图，就是我到企业去采水样，它扫出来的指纹图，然后录进去。然后现在第二个也出来了。في عام 2017 نشأ أول جهاز لكشف مصدر المياه الملوثة في العالم. يمكنه تحديد المصدر مع تحليل عناصر الملوثات ب13 دقيقة فقط. تقنية بصمات جودة المياه توفر أساساً للإدارة الدقيقة لأحوال المياه. خلال السنوات الثلاث الماضية قامت الصين تدريجياً بإنشاء القاعدة الناجعة لبصمات جودة المياه المصنفة المتكاملة، وذلك من أجل المقارنة بين بصمات المياه المختبرة مع البيانات داخل القاعدة حتى يتم تحديد مصدر التلوث بأسرع وقت واتخاذ تدابير هادفة ودقيقة لمعالجة تلوث المياه. الدورة الإيجابية في البيئة الإيكولوجية لا تعتمد على الابتكارات التكنولوجية فحسب، بل تتطلب أيضاً رفع مفهوم المجتمع حول حماية البيئة الإيكولوجية. إن حماية أرضنا ومياهنا هي عبارة عن توريث فكرة الرخاء والأمل إلى الأجيال القادمة. المياه هي
长江的水资源保护和环境生态的保护修复作为国家的战略去推进。我们希望所有的河流、所有的湖泊都是健康的，都是幸福的，都是能造福人民的。البحار والمحيطات تجمع مياه الأنهار. يمكن القول إن البحر بداية حياة المخلوقات الحية في الكرة الأرضية، كما هي مستقبل العالم البشري. تكمن في البحار موارد وفيرة، إنها أصبحت الآن مخزناً أزرق لتخزين الأغذية للبشر والأسماك. الشتاء هو الموسم الذي يكون الخيار البحري فيه أفضل، ورغم البرودة القاسية إلا أن هناك أشخاصاً يعملون بغض النظر عن التعب من أجل هذا الأكل اللذيذ. وصلت الآن درجة حرارة مياه البحر من 4 إلى 6 درجات سنتيغراد. رغم أنه عمل شاق إلا أن الغواصين جميعاً مستمتعون بسرور لجمع هذه الهدايا الثمينة من البحر. في عام 2011 جاء تشان كانغ دا الذي لم يسبق له أن رأى البحر من مقاطعة هولونجيانغ إلى محافظة شانغهاي بمقاطعة ليونين. الاستزراع هو الطريقة الأصلية للمزرعة البحرية. كان تشان كانغ دا مستعداً لتنفيذ مشروعه، لكن البحر باغته بضربة غير متوقعة. 2013年，我们就是在山东半岛北部这些海洋牧场密集的区域，出现了一次这个地氧事件，整个这一层水流的这个溶解氧为零，这层水流流经的地方，所有的海洋生物都死掉了。 هذه الأزمة التي جعلت الناس يدركون أن هدايا البحار مشروطة أيضا، ولا يمكننا استغلالها دون حمايتها، ولا يمكننا الأخذ منها دون الاعتناء بها. حتى البحار السخية لا يمكنها أن تعطي فقط، والأمر الحاسم هم الناس ومواقفهم. المفهوم الجديد لبناء المزرعة البحرية هو لإقامة توازن إيكولوجي بين حماية البحار وتطويرها، وذلك يبدأ من إنشاء الشعاب الاصطناعية في قاع البحر. 现在人工鱼礁我们研制出主打的是六种材质的10多个设计的礁型，重点是从它的附着功能改善海洋海流的流态流场，从这些方面来考虑设计的这个鱼礁的礁型。 بعدما غير فهمه للمزارع البحرية والبحار، أنشأ تشان كانغ دا علاقة شراكة مع البحار، وأصبحت البحار شريك تعاون يحترمه ويبجله. مع التعزيز المستمر في تحسين البيئة الإيكولوجية في المزارع البحرية، في عام 2019 تم إنشاء أول منصة تربية ذكية لونغويل 1 في الصين. وبالتزامن مع جمع البيانات البيئية طوال اليوم، تقوم بتغذية الأسماك وتنظيف الأقفاص تلقائية، مما يجعل إدارة المزرعة البحرية مرئية وقابلة للفحص والتحكم. ومع إنشاء هذه المنصة الذكية، تتحسن البيئة الساحلية بأكملها تدريجيا. أما بالنسبة لتشان كانغ دا، فاستقبل موسم الحصاد السنوي في البحر.
没少干呢，把身上来了啊。哎，这谁干这么多呀？干的，哎妈，117斤。你从哪干更多？118斤。就是原先的海底啊，荒荒凉凉，就跟那个丘陵的沙漠一样，没有东西，也没有植物和生物。从你改造完海洋牧场之后吧，把它打造成了就是海底，你像鱼了也有家，海参也有家了。بنت التكنولوجيا موطنا مشتركا للبشر والبحر. لم تجلب المزرعة البحرية محاصيل مستقرة وعالية الجودة فحسب.بل تؤدي دوراً أيضاً في تحسين البيئة الإيكولوجية في البحر وتعزيز العلاقة بين الإنسان والبحر. 我基本上不出岛了，我觉得现在也都已经变成一个当地一个渔民来讲，每天出出海，看看海，捞点海鲜回来直接就卖掉了，觉得哪儿都挺幸福的。في العصر الجديد أصبحت البحار مزارع غنية بالموارد وجنة للصيادين. عندما عاد البشر احترامهم وإجلالهم تجاه الطبيعة، يمكنهم الاستمرار في التمتع بنعمة البحر. إن البحر الأخضر والسماء الزرقاء كلها من الموارد الطبيعية التي لا يستغني عنها البشر. يحتاج البشر إلى الهواء النقي في كل الأوقات، وجودة الهواء تؤثر تأثيرا مباشرا على نوعية حياة الإنسان. في عام 2013أصبحت عبارة الضباب الدخاني عبارة ساخنة في هذا العام بالصين. 2013年1月份的时候，中国东部地区啊，实际上是有超过了这个100万平方公里的这个污染过程。也是因为那次污染，那个我们国家呢发布了我们叫大气污染防治行动计划。كيانغ لي رياضي مخضرم من سكان لانجو، شارك في أكثر من 40 مسابقة ماراثون. ذكرياته عن تلك الأيام ما زالت واضحة. ماراثون 这个比赛的这个肺啊是直接接触这个空气的，要是空气质量差的话，这个影响就很明显。这个兰州市以前这个空气就是质量差的很，鼻子。叫跑的这一醒啊都是黑渣渣子。兰州市生态环境特别脆弱，它是两山加一河这样的地形，它也是我们原来一个比较著名的一个工业城市。في عام 2013 كان الضباب الدخاني يجعل لانجو مدينة غير مرئية بالأقمار الصناعية. في عام 2015 رفعت حملة كبرى ضد تلوث الهواء. 兰州市的话呢，当时一共划分了1482个网格，采取了综合性的措施，就是纵向到底、横向到边的一个网格化的一个管理体系。إنها حملة إصلاحية غيرت أسلوب تنمية المدينة، حيث تم استبدال 1286 مرجلا في المدينة.بالمعدات العاملة بالغاز الطبيعي، وتم نقل 107 شركات كبيرة ومتوسطة الحجم إلى خارج المدينة، مما قلل الانبعاثات منها ومن مواقد الفحم المنزلية أيضاً. وشهدت هذه الحملة نتائج جيدة وفعالة. 继续拍。现在，这就是兰州跑，很舒服了。最受跑者欢迎的比赛来说的话。兰州马拉松应该是排到第四吗？还是第三名？现在。المعركة الشاملة التي اتخذت فيها تدابير قاطعة وجذرية لمعالجة تلوث الهواء
بددت الغيوم التي كانت تخيم على المدينة وحولت لون السماء من الأسود الحالك إلى الأزرق الصافي، وأثبتت حكمة الصين وصحة خطتها لمعالجة تلوث الهواء. ومنذ ذلك الحين بات جعل السماء أكثر زرقة هدفاً مشتركاً للمدن والأرياف الصينية في تحسين البيئة الإيكولوجية. يحب زوي الذي يعيش في بكين تسجيل التغيرات اليومية للمدينة بهاتفه المحمول. منذ ظهور عبارة الضباب الدخاني لأول مرة في عام 2013 بدأ يصور سماء بكين كل صباح، وعندما عرضت هذه الصور أمامنا أحدثت دهشة شديدة في قلوبنا. 2013年，因为出于好奇心嘛，我就把它拍下来了。那后来我拍了两个月的时候啊，大概64天，我把我过去拍的这64天的照片放到一起的时候呢，一下让我震惊了。就没想到我们刚刚过去的两个月的时间啊，天气是那么样的糟糕。 البيئة الإيكولوجية الجيدة هي أساس الازدهار، ولمواجهة الضباب الدخاني الشديد في المناطق الحضرية أطلقت بكين سلسلة من التدابير، بما في ذلك التقليل من استخدام الفحم والتحكم في مرور السيارات. وكانت المداخن رمزاً للقوة الحضرية، لكنها أصبحت إحدى أكبر المشاكل أمام جهود مكافحة التلوث في اليوم الحالي. 工业行业呢，其实这里其实这个难度还挺大的，包括我们说这个钢铁啊，钢铁行业呢也是我们应该说这个经济重兵地区啊，这个工业里面可能排到非常靠前的一个污染源。 تعد مجموعة شوغانغ التي تأسست في عام 1919 إحدى أقدم شركات الحديد والصلب في الصين. منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية تطورت شوغانغ تطوراً سريعاً، وسرعان ما أصبحت عماداً اقتصادياً في بكين، وقدمت مساهمات تاريخية في بناء الصين الجديدة. في عام 2005 قررت شوغانغ نقل مرافقها كافة التي تزن 8 ملايين طن إلى خارج المدينة، ولم يكن انتقالها بسبب الطلب الداخلي للتنمية المستدامة للمؤسسة فحسب، بل وهو بسبب الطلب الخارجي لتحسين البيئة أيضا. ولكن كان الانتقال هو الخطوة الأولى فقط، وعقبته تحديات جديدة. قطعة من الصلب تمر ب 68 خطوة حتى تتحول من المواد الخام إلى إحدى المنتجات الجاهزة، لذلك تعد كيفية ضمان بلوغ الانبعاثات الغازية الملوثة من كل خطوة إلى المعايير المقبولة لتخفيض الانبعاثات في كل الخطوات عملية طرح صعبة. 钢铁企业的这个污染物的排放，气体污染物的排放主要有两类，一类是有组织排放，一类是无组织排放。有组织的排放更容易控制。 خلال عملية سبك الحديد والصلب يتم إنتاج الكثير من الدخان والغبار الذي ينتشر في كل مكان. تعد كيفية التحكم في هذه الانبعاثات غير المنتظمة والقضاء عليها أمراً حاسماً. 我们二炼钢 大包转台这样的一个工序，就属于无组织的排放。在这个大包转台上增加了可移动式的机器装置，在正常生产的过程当中，我们的装置移动到工作位，把对应点位产生的这个粉尘吸走，厂区的整体的环境呢都有了一个明显的提高。 لتحقيق التحكم الفعال زاد مصنع شوغانغ في تيان أن من ميزانية حماية البيئة بنسبة 40%، وأضاف نظاماً خاصاً للإدارة والتحكم في الانبعاثات غير المنتظمة. عندما ترتفع نسبة الملوثات سيزيد النظام تلقائياً من قوة الانفصاص وقوة التيار الهوائي لتقليل الجسيمات الملوثة التي تنتجها المواقع المحددة. من خلال التحكم في مستوى الانبعاثات في العمليات كافة يكون معدل الجسيمات الدقيقة داخل مصنع أقل بنسبة 10% مما في الهواء خارج المصنع. إن شوغانغ بعد الانتقال لم تكشف طريقة تنمية خضراء مدعوماً بالابتكار فحسب،
بل وواكبت الاتجاه العام للتنمية المنسقة بين بكين وتيانجين وخوبي. وكل هذه المجهودات المبذولة هي من أجل السماء الزرقاء فوق رؤوس الشعب. التقط زوجي الذي استمر في تصوير سماء بكين أكثر من 2,000,000 صورة خلال 6 سنوات الماضية، وتشكل هذه الصور رسوماً مسلسلة عن تغير البيئة الإيكولوجية في بكين. 这个叫中国尊，其实北京的最高的这个建筑物530米。那我拍的时候呢，这个楼还没有，那我就一天天拍，有的时候呢我拍都看不见它，就雾霾严重到这个时候。那当然现在这些，尤其是今年啊，几乎天天都可以拍到很清晰的这个中国尊。 وفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الإيكولوجيا والبيئة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، انخفض عدد الجسيمات الدقيقة في الهواء في 337 مدينة بنسبة 11.4 مقارنة مع العام السابق، وذلك بفضل التقدم المستمر للتكنولوجيا البيئية وارتفاع الوعي البيئي لدى عامة الشعب. عندما اجتاحت العواصف الرملية المدن والقرى، يبدو أن صحراء جوبي الشاسعة تلفت أنظار الناس. الصحراء هي أرض محرمة، لكن تشكل الصحراء ثلث مساحة اليابسة على كوكب الأرض. يقع منزل الراعي مانكي دالاي في أقصى شمال غربي صحراء كوبودي. قبل 20 عاماً، عندما كان يعمل في شنغهاي، اضطر إلى العودة إلى مسقط رأسه للعناية بوالده المسن. الأرض العشبية التي دفنت تحت رمال الصحراء هي الموطن الذي لا يمكن لمونكي دالاي العودة إليه. الصورة الحقيقية لتقدم الصحراء وتراجع الإنسان تجعل قلبه في ألم شديد، ولكن الأمر لا يقاوم حتى ذلك اليوم الذي قرر مونكي دالاي فيه بدء العمل لحماية موطنه من خلال زراعة الأشجار. على مدى 20 عاماً الماضية كانت عائلته تكافح وحدها في هذه الصحراء، وكان أكثر ما تفتقر إليه في هذه المعركة ضد التصحر هو الوقت. 关键是一开始种树成活率不高，种了30%活，其他都死了，可能觉得时间太长。 كان مينكي دالاي يصلي دائماً متمنياً أن يتوقف الوقت، وهناك رجل في مقاطعة فوجيان البعيدة عن الصحراء ساعده على تحقيق حلمه. لين تشانشي هو خبير في أبحاث المحاصيل الزراعية في جامعة فوجيان للزراعة والغابات. قبل 27 عاماً وفي مشروع بحثي ميداني، رأى لين تشانشي بأم عينيه عملية تحول الأنهار في منطقة النهر الأصفر في جنوب الصين إلى أنهر فوق سطح الأرض في الصحراء. لأن我们国家单单这个草种就30,000多种，人工栽培的草种啊，也有几千种，到底哪一些合适呢？这个是我们当时碰到的最，因为没资料，只好一步一步的做实验。 خلال السنوات 27 تعرض لين تشانشي لإخفاقات متكررة وتغلب على المشاكل التقنية العديدة، ونجح أخيراً في تربية نوع من الأعشاب التي يمكنها البقاء في البيئة الصحراوية مع تثبيت الرمال بسرعة، ألا وهو عشب الفطر.
我们中国一个传统的一个思路啊，就是说我们是依靠自然的力量来改造自然，靠自然的条件来改善自然。لكن أعشاب الفطرة التي زرعها لينكولن شي في الصحراء لم تستطع النمو في الشتاء الأول. ومن سجده 在这边连多年生嘛，所以当时呢就想，是不是能够在北方黄河流域也可以试种一下？结果后来死掉了，失败了。当时呢就想，明明多年生，为什么都能不行呢？ إلى جانب لين كانشي تم تشخيص آخر شاهد أيضاً هذه الحقيقة القاسية، وهو حارس الغابات على ضفاف نهر الأصفر يانغامينغ. تقع محافظة تونغو عند مدخل سهل خاتاو. كانت تونغو مرفأ مهما لحركة المرور بين الضفتين الشرقية والغربية للنهر الأصفر. عائلة يانغامينغ هي العائلة الوحيدة التي لا تزال تعيش هنا. في السابق تطوع والد يانغامينغ للمجيء إلى تونغو لحراسة الأشجار على ضفتي النهر الأصفر، ووظب على هذا العمل لمدة 37 عاماً. الآن في مواجهة الغابات الميتة والصحراء الزاحفة، لا يعرف يانغامينغ كم من الوقت يمكنه الاستمرار في هذا العمل. 沙子每年往前一个三四米吧，你就像这大风一刮，沙子啥都看不见，慢慢黄沙，这沙就是黄河里面灌，再过几年也就可以是吧，到了河边了。كان الاختلاف الكبير في درجات الحرارة بين النهار والليل في المجرى الأعلى للنهر الأصفر هو السبب الجذري لفشل التجربة الأولى من زرع عشب الفطر، ولجعل النباتات قادرة على تحمل درجات حرارة منخفضة تصل إلى 20 درجة تحت الصفر، يحتاج لين جانشي إلى تحسين تكنولوجيا تربيته. 失败以后呢，我们就反复考虑，应该根据黄河流域啊，就干旱地区的气候特点呢，有新的一种的指标和方法。 في عام 2018 نجح لين كانشي في تربية جيل جديد من عشب الفطر، ألواح رقم 3. 它零下20多度能够多年生，它每个阶段都可以发芽，就即便是沙盖过来以后，它上面的还能够发芽。 تتحرك الكثبان الرملية بفعل الرياح التي تنقل الرمال بارتفاع 10 سنتيمترات فوق سطح الأرض. أما عشب الفطر فيمكن أن يثبت حركة الرمال بعد 100 يوم من نموه، هذا أفضل من الأشجار الأخرى التي تحتاج من 2 إلى 5 سنوات من وقت النمو لأداء دورها في تثبيت الرمال. استقرت أعشاب الواحة رقم 3 أخيراً في أولامبو والأراضي الصحراوية على ضفتي النهر الأصفر. إنها لم تؤدي دوراً في منع حركة الكثبان الرملية كحاجز أخضر فحسب، بل أعطت عائلة يانغامينغ التي كافحت الرمال ل37 عاماً مفاجأة سعيدة. 对科技这个我们也不太了解，就是光知道反正是种上以后只能防沙固沙，对生态治理非常好，所以能保护我自家门口这片土地啊。种完了他就给了我了，在我门口呢给了我，让我就拿回去喂喂羊呀，喂喂牛。 الدخل الإضافي ليانغامينغ هو مجرد فائدة صغيرة لزراعة عشب الفطر، أما فائدته الأكبر فكانت أكبر وأوضح. في عام 2019 أصبح أكثر من 40 هكتاراً من الأراضي المزروعة بأعشاب الفطر في الصين حارساً مهماً للبيئة الإيكولوجية لمنطقة النهر الأصفر. في نفس الوقت شهد مسقط رأس مينكا دالاي تغيراً تدريجياً أيضاً. وفقاً لأحدث البيانات تحول ثلث صحراء كوبوتشي البالغة مساحتها 18,600 كيلومتر مربع إلى واحة. وفي عام 2019 أظهر تقرير الأمم المتحدة بشأن تخضير الصحراء أن ربع المناطق الخضراء الجديدة في العالم جاءت من الصين. إن الجهود المستمرة لعدة أجيال من الشعب الصيني لحماية ديارهم
والتعميم والتطبيق للتكنولوجيا والمفاهيم الجديدة خلقت معجزة الانتصار الخارق على الصحراء. تعد كورلا الواقعة في السفوح الجنوبية لجبال تيانشان همزة وصل ومركز توزيع تجاري مهم يربط بين شمال وجنوب شينجيان، وهي أيضاً أكبر منطقة من الأراضي الملحية والقلوية بالصين. في العالم توجد حوالي 100 مليون هكتار من الأراضي الملحية والقلوية الصالحة للزراعة، ومنها 13.3 مليون هكتار موجودة في الصين. هناك طريقة أكثر فعالية لإصلاح الأراضي الملحية والقلوية، هي تقليل الملح الزائد في التربة الذي يؤثر على نمو المزروعات. هذه هي زيارة الخامسة لجيو جانشان إلى شينجيان في هذا الشهر، وكونه حاصلاً على الدكتوراه في علوم التربة كان يتنقل دائماً بين بكين وشينجيان خلال 14 عاماً، وقطع في كل مرة نحو 3000 كيلومتر من أجل إيجاد الحلول لمعالجة الأراضي الملحية والقلوية. يتسبب تملح الأرض في انخفاض المحاصيل ويؤدي في النهاية إلى تحولها إلى أرض قاحلة، وهذه هي الحقيقة التي لا يريد رؤيتها أبداً. شانغ وي غوا البالغ من العمر 56 عاماً ظل يعيش في بلدة خا في مدينة دونغ يينغ بمقاطعة شاندونغ. المزارعون في بلدة خا يعانون من دخول مياه البحر المالح التي تؤدي إلى اشتداد تملح الأرض. نظرا للحصاد الشحيح كل عام اضطر القرويون إلى الخروج من بيوتهم للعمل في الخارج، ولكن بالصدفة التقى شانغ وي غوا الذي لم يغادر البيت مع جيو جانغسان الذي صار مصمما على إصلاح الأرض الملحية والقلوية. كان لدى شانغ يو غوا شكوك كبيرة حول هذه التقنية في البداية. في مواجهة شكوك وتردد القرويين لم يتراجع جيو تشانغسان، لأنه كان واثقاً جداً من هذه التقنية وهي الحل المثالي لتسوية المعضلة. في يوليو من عام 2020 دخل نظام بايدو 3 للملاحة العالمية بالأقمار الصناعية حيز التشغيل الرسمية. يوفر هذا النظام العالي الدقة والمتكون من 30 قمراً صناعياً للمستخدمين في العالم كله الخدمة المجانية لتحديد المواقع التي تبلغ درجة دقتها حدود 10 أمتار، وهذه الدقة لها تأثير عميق على مختلف القطاعات بالصين، خاصة قطاع الزراعة الذي يتطلب الدقة في العمل. بفضل الجهود الكبيرة والدعم المالي الحكومي القوي، بدأ تنفيذ مشروع نشر الأنابيب تحت الأرض في كل من مدينة كورلا بشينجيانغ ومدينة دونغ يينغ في مقاطعة شاندونغ. بعد عام واحد فقط أثارت نتائج المشروع إعجاباً شديداً وسط سكان بلدة ييخا بأكملها. ها
经过这个十年馆工程的，这是彻底改变这个土地面貌。现在土地不是一般的好了，原先是亩产在700-800斤左右，现在都到1300斤左右，1400块钱的收入。تعد نتائج إصلاح التربة في بلدة إيخا كمرجع، وإذا تم تحويل 13.3 مليون هكتار من الأراضي الملحية والقلوية في الصين إلى أراض صالحة للزراعة، فإن متوسط إنتاج الحبوب لكل مو من الأراضي سيزداد بمقدار 50 كيلوغرام، مما سيوفر الغذاء ل40 مليون شخص سنويا. لدى الشعب الصيني ارتباط عميق وطويل بالأرض، فهم ممتنون لهداياها ويتمتعون بفضائلها. الزراعة الحديثة تستفيد من قوة التكنولوجيا لحماية الأرض التي يعتمد عليها البشر للبقاء على قيد الحياة كي يكسبوا السعادة في الحصاد الوفير. تعتبر الغابات رئتي الأرض، وهي جزء لا يتجزأ من بيئة الأرض الإيكولوجية، كما هي المورد الطبيعي الأكثر قيمة لبلد واحد. وقد صارت حماية الغابات والبيئة توافقاً مشتركاً للبشرية جمعاء في العصر الحالي. كان يينغ شانغ عامل عادي في مزرعة الغابات في إيتشون، وهو خير شخص مثالي في تغيير مفهوم المجتمع فيما يتعلق بحماية البيئة. 我父亲乙村的那个林业是第一代的伐木工，我是75年参加工作，还是以伐木为主，红松、银山、罗尔松、仙崎，这凡是那这些树种都惨，那就红松都是上千年500多年的。 ساهمت إيتشون على مدى أكثر من نصف القرن المنصرم بما يقرب من 5 الأخشاب التي تم قطعها في مزارع الغابات المملوكة للدولة لبناء الصين الجديدة، وهذا المشهد قد ترك انطباعاً عميقاً في أذهان الكثيرين في الأيام الخوالي. 当时把这个所有的这个优品的这个红松啊，都采在刀上了，最后留下的就是一般的讲话就是什么阔叶了，就这个一般树种。 القطع المفرط أوقع إيتشون في وضع حرج في 80s الماضي، حيث أصابتها أزمة موارد وأزمة اقتصادية على التعاقب. وفي هذا السياق بدأت إيتشون تغير نمط التنمية التدريجية، وخلال هذا التغير المؤلم غير تشانغ يينغ سانغ دوره أيضا في حياته وعمله، حيث تحول من قطاع الأشجار إلى عامل زرع وتربية أشجار. أرقى تطلع لهم. منذ عام 2017 أطلقت الصين نظام إنشاء حدائق وطنية، وفي غضون أقل من 3 سنوات تم توفير حماية 90% من الحيوانات البرية و85% من أنواع الحيوانات المحمية المهمة في الصين بشكل فعال،
كما زاد عدد أنواع الطيور في منطقة بحيرة تشينغهاي وحدها من 189 إلى 223. كانت قوة الحضارة الإنسانية قد غيرت التوازن الطبيعي في فترة ما، أما الآن فيحتاج البشر إلى إعادة الاحترام والإجلال للطبيعة وبناء الديار المشتركة لكل المخلوقات على الأرض. كل الأشياء تنمو معا بدون الإضرار، وكل القواعد موجودة دون تعارض. هذا هو التعبير الشعري الصيني عن التعايش المنسجم والتنوع البيولوجي. بعد أن ندرك معنى البيئة الإيكولوجية، يمكننا أن نبني حضارة إيكولوجية حقيقية. إن الطبيعة والبيئة والناس وكل الأشياء يتشاركون في نفس المصير، وسيدل الزمان على ذلك. هنا دولة نابضة بالحيوية، هنا الصين الجميلة. Thank you.